تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه إليه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. وأعرب أمير دولة الكويت الشقيقة عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما عبر عنه سموه من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، ومن ثناء بمناقب الفقيد رحمه الله سائلا البارئ جل وعلا أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنته، وألا يرى سموه أي مكروه بعزيز.